يا سلم يا سلم يا سلم على الفطور، فطور صحي. عندنا لبنة. اللبن 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 اللبن. اهلين. استني استني. نعم. تسوي فطور. ايه عندك بطة؟ عندك بطة؟ لا لا بطة. اصلا غسلت ايديك؟ اقول لا. كيف؟ هيك. لا ما غسلتش ايديك انا بعرف. فوفو. نعم. هيو. ايش؟ هيك. لا روح غسل ايديك بسرعة. يلا يلا. منفعش كله جراثيم، منفعش. انت رح تغسل قبل. ايش كله؟ جراثيم. جراثيم يا حرام. جراثيم. منيح الجراثيم هدول. جراثيم. م م جراثيم. م م يعني يعني اذا باكل هيك باكل معي الجراثيم. وبنفعش. طب يا فوفو عندي خطه. عندك بطه. يا حرام الجراثيم. يعني مش اما مش عامل فطور ولازم ياكلوا معي وهذا حرام. خليهم خليهم باكل هيك عشان الجراثيم ياكلوا معي. يلا عن جد يعني انت بتفكر هيك؟ اقول لك كيف بفكر. الجراثيم اشي مدير مو معي يفوتوا عتمنا. وين عم الجراثيم هذول؟ وين عم الجراثيم؟ لا, لا لا ما هو يعني انت بتغسل ايديك عشان بيكونوا على ايديك وهيك بنزلوا الجراثيم وينفع تاكل عادي. طيب تقلي عشان جاي. يلا يلا. سيدك. غزل يلا زرزيب والدايم على الحمام على المية نغسل. يلا دايم. يلا. ايه انتو وين تخبيات يا جراثيم؟ انتو وين تخبيات؟ اطلعوا. هي خلصت. لا حكت لي بالمية لازم. يلا افتح المي. يا مامي ايش انت شوي شوي حط الصابونة هيكا. يا سلام. وين اخر جراثيم؟ وهي جرثومة واحدة وقعت. وهي الثانية. هي الثالثة. هي الرابعة. خمسة ستة سبعة ثمانية. جراثيم. فوفو ما تقوليش انت يا فوفو. لا ما بقولش بقولش انا. ايوه. عمو صابر. نعم. شوي شوي عمو شوي شوي. وقف فتح المي. ليش؟ هذا اسمه تفسير. ما انت قلت لي هات الجرثومة. بابو. نعم. لا باكلش بستناك. ها شايف ما اكلتش. صح ما اكلتيش انت. نعم. نص بالنص انا وياك. غسلت ايديك؟ اشوف. واو بالمعلمة يا احلاك. راحت الجرثومة يا حرام. وقعت هيك قلت لها باي باي جرثومة. طب بدك تاكل؟ لا لا لازم خيارة. ما فيش عيد خيارة اغسلها يا بوك. كيف بتقولي لي؟ لا 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 لازم تجيب خيارة عشان ناكل مع اللبنة والخبزة. عشان يكون خضار. يلا جيب جيب خيار. وين الناشط؟ هيو لبنة وخيار. يا ولاد وبنات. هيو شايفك انا شايفك مع الحركات. بام 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 بام. انا جاي. يلا يلا الى الثلاجة. خيارة خيارة. يا وين الخ اوبا هي الخيارة. هلك فوفو تكيف على الخيارة. تعطيها اسمها ونقولها الخيارة. يا ترى يا الخيارة. فوفو. نعم. يلا يا خيار. لا 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 لا. غسلت الخيارة. وراك تقولي لي لازم تكون تغسلها. لازم تغسلها. ليش؟ عشان كمان هي عليها جراثيم. بابا لا 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 كانت جراثيم. لا 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 بابا عادي عادي عادي. اطلعوا. لا طب ما هو روح اغسلها. اغسل لي اشي؟ لا لا مش ولا اشي عادي يعني بس انه انظف انه يعني تغسلها اكيد. طيب يلا.
والله ده كل شخص له انت. اه هيك لازم وكل شيء عم ضيف. فكدك ممنوع يا بابا. انا بستناك انا. طيب سلا انت كمان عليك جراثيم انت. جراثيم جراثيم. هيك سلا سلا. فوفو جيب لا 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 يلا لا 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 مفيش لبنة وزيت زيتون وهيك مفيد. ضلك محلك انا بجيب زيت زيتون. انا هون بستناك. كل شوي. ها زيت زيتون. كل ما بروح بجيبك بدوك يا فوفو تتعكس علي. لا لا لا. نشرب شوي. نشرب زيت زيتون. علبنا هيك بيتي رجولاب هيك بندق. خلاص بكفي. واو شاطر. ايوه شاطر. اصلا يلا. الزيت زيتون كثير مفيد وصحي. طبعا مفيد لما حكيت لي بتذكر. يلا. يلا. لا 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 تذكرت 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 تذكرت. كنت ناسية لازم نقسمها للخيارة. ايش نسوي؟ نقسم الخيارة كلنا ناكلها هيك. فوفو. نعم. اخر شيء. اخر شيء من بعدها ناكل طيب؟ وعلى السريع. قسمها يلا. ايوه. 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 وهيو. 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 وهيو وقسمت لك الخيارة. يلا ناكل. ايش هذا؟ ليش هيك؟ ما قسمت لك الخيار. بس مش هيك بقسمه، بقسمه بالسكين. مش هيك انا ما ينفعش اكل من الخيارة. روح جيب الزيتون، روح جيب الخيارة. روح جيب روح جيب هذا، روح جيب هذا وانت امك امك ام. نعم. جيب يلا جيب. هاي السكين غاد. وينها؟ غادي غادي. وين؟ غادي. مش شايفة هجيبها أصلا. يلا. مش هنا. لا. وهي غادي يا بوفو. لا طب جيبها مش هنا. لا. غاد. لا مش غاد. إذا جنني. مش غاد. مفيد يا غير مفيد. مفيد مع غير حجوم. إيش بتسوي؟ أبو عزيز. بوفو. مش هتخليني اكل. جيب السكينة خلينا نقسم الخيارة.